كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في زمان، مش زمان قوي يعني، أقصد مش زمان خالص، اليومين دول كده، كان في بسلاية صغنونة عايشة مع أخواتها البسلاية. يبي عتوة المخترع بيحب يصنع مركبات. دي بقى أختهم لولا مثقفة، بتحب القراية وكسبانة 3 ميداليات. وده بقى أخوهم الرابع اسمه مطاوع، بيحب يرسم ويحب الطبيعة. ودي بقى كلبتهم، أقصد يرقتهم، اسمها كوتة كتكوتة، طول النهار تاكل وتشرب عشان نفسها تكبر وتبقى فراشة. وادي الصرصار انبهار، شرير ورزل، وطول النهار والليل يخطط ويرسم ازاي يسرق من البسلات. ضحكة شريرة طبعا، مش هو شرير. الواد مخترع بقى عامل مكنة جديدة بتشم ريحة الصراصير، وأول ما الصرصار يقرب من بيتهم المكنة بتصفر على طول. ايده ايده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا مطاوع؟ الصوت ولا هتعرفوا تمسكوني. اهو الرزق، يلا نمسكه بسرعة. ولا هتعرفوا تمسكوني. وقعت في الأرض وطلعت زرعة كبيرة.